أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لتيسير استخدام المواطنين لبطاقاتهم الائتمانية خلال السفر للخارج، حرصا على تذليل أي صعوبات تواجههم وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج. ووفقا للتعليمات الجديدة، تم فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقات الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض. وتلزم التعليمات العميل بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال إختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز الفترة، وذلك خلال فترة 90 يوما من فتح تلك الحدود. وأشار البنك إلى أنه في حالة عدم التزام العميل بإثبات السفر، يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ آي سكور لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم حظره من الاستفادة من الخدمات المصرفية مستقبلا وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.